أهلا 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 وسهلا بحضرتك. وتتوالى الارتفاعات في الأسعار وبما فيها اللحوم، فتخطت أسعار اللحوم في بعض المناطق اللحوم الحمراء الطازجة بلدي ويوكل عدت 400 جنيه. يعني أنا مش عارف بصراحة، أنا مش عارف ومش فاهم ومش قادر أستوعب خالص. عارف انت عادل امام في فيلم كان من افلامه الله يديله الصحه يا رب، استاذ عادل، اما دخل للجزار قال له كيلو اللحمه بكام؟ طبعا دي حاجه هتخلينا كلنا نعيط بما فيها ضيفنا العزيز يعني على التليفون. قال له كيلو بسبعة جنيه ونص. قال له طب اديني نص كيلو عظم. كان فيلم بطوله استاذ عادل امام والهام شاهين، وكان طالع فيها بدور موظف صراف خزنة في شركة، فقرر بقى يسرق الخزنة وقال لك أنا هاخد لي كام يعني 15 سنة وهطلع مليونير. فقال له طب اديلي ربع كيلو عظم. فالجزار بيقول له إيه؟ قال له إيه ربع كيلو عظم هديهم للكلب بتاعي 7 جنيه ونص. وإيه بقى مفترض يعني، ده كان جزار جامد يعني من الناس اللي هي الشديدة. تخيل يتخطى الكيلو 400 جنيه، أنا مش فاهم المعادلة ومش قادر أستوعب إنه أشوف أسعار في بعض مناطق القاهرة أقل بكتير من مناطق وسط القاهرة، يعني مش مفهوم في القاهرة نفس ذات المحافظة اهي. طبعا ده نهينا عن الأسعار في بني سويف، طبعا الكلام ده أنا عارف إنه معانا على التليفون ينورنا هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين. يا أهلا وسهلا ويادي النور. أهلا أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بص يا باشا، عايز اقول لحضرتك ان اللحمه اصبحت ذكرى جميله عند كل المصريين بما فيهم حبيبي حبيبي المحلات. حبيبي يا مدلعني يا بسطني يا مفرحني، ايه الجمال ده؟ انا عايز اقول لك حاجه الاول، اتفضل. اكتر واحد ممكن يكون بياكل لحمه في التاريخ او بيحب اللحمه في التاريخ، انا بحب اللحمه قد ما بحب عيالي، يعني انت مش متخيل. دي حقيقه. انا باكل لحمه بجد. بص انا هضرب لك مثل. كل حياتنا. انت عندك كام سنه يا هيثم باشا؟ انا داخل على مشارف الخمسين يا استاذ يوسف. زيي. انت مواليد 75 ولا ايه؟ حبيبي. ايوه صح، حبيب الملايين، بس انا اكبر منك عشان عيد ميلادي الشهر الجاي. انت كبير في المقام بس يا استاذ. لا ده انت اللي كبير في المقام والفلوس يا عم هيثم. انا انت كلك فلوس. انا متفائل بحضرتك. وأنا. انا عملت معاك مداخله في العيد الكبير لو حضرتك تفتكر، وقدرنا من خلال برنامج حضرتك ننزلها 50 جنيه. حلو. انا بقى المره دي لا اخفى عليك سرا اللي احنا محتاجين دلوقتي في الوضع الاقتصادي الراهن، محتاجين حكومه حرب. بمعنى ان اللي بيحصل في الامن الغذائي دوت اشبه بالحرب، لان فعلا مش ليس اللحمه ده كل السلع الغذائيه بقت صعب المنال على بعض الاسر المصريه. حلو قوي. عايز اقول لحضرتك ان العجول القديمه اللي انا كلمت حضرتك عليها في العيد الكبير هي نفسها، هي العجول هي نفسها العلف اللي دخل قبل العيد الكبير بشهر، كان لسه الدرر ما زادش. أنا عايز أسأل كبار المستوردين وكبار المربيين، يعني هو نفس العجل، ما دخلتوش رسائل جديدة، ليه بترفعوا العجل من العيد الكبير لحد دلوقتي 35 جنيه 35,000 في العجل على تاجر المجزر؟ طب أنا عندي سؤال يا هيثم، معلش. اتفضل. أقول لك يا هيثم، إحنا بقى أولاد سنة واحدة بقى 75 العام. اتفضل. الذهبي يعني. حبيبي. اتفضل. لا وقول لي يا يوسف و100 فل و14، إحنا جيل واحد. اتفضل يا أستاذ. بص يا باشا. أنا أشوف كيلو اللحمة في الوراق ما بيزيدش عن 230-240، لو قال 250 يعني يبقى ايه 100 فل في الوراق. بص واشوف كيلو اللحمه في بني سويف ارخص من اللي في الوراق. اذا انا عندي كده مشكله بقى. خلينا نتكلم بكلام علمي منطقي. قول بمعنى يا ايه؟ منطقه الوراق منطقه ما بيحصلهاش تفتيشات وبتاع، ما فيش هناك 250، اما اللحم بتوع المستورد قافلين على المجمد عايزين يطلعوه ب 250 و270، يبقى لحم بلدي في الوراق ب 250، يعني لما العجول طالعه صاحيه النهارده من المزارع ب 180 جنيه صاحيه، هنقول في الرأي ب 250. احنا مش عايزين ندفن راسنا في الرمال، احنا عايزين نكشف الحقائق. وانا عايز اوضح لك الصوره عشان الصوره بالنسبه لقطاع اللحوم صوره قاتمه. يعني عايز اقول لك ان الجزيرة اصحاب المحلات بتطالبني ان هو المجزر يقفل شهر. انا يا استاذ يوسف عايز اقول لك حاجه، تقول احنا شغالين على الدولار، لابد ان الحكومه اللجان اللي بتسافر مع الناس دي تحط لها هامش ربح، تحط هامش ربح لكبار المربين 20% 30% النسبه اللي يرتضيها، ومن اول السنه لاخر السنه. وده يحصل في كافه السلع طول ما انا شغال على الدولار، اقفل من اول السنه لاخر السنه. انما اللي بيحصل يا استاذ يوسف ان هم
بيسمعوا ان الدولار زاد في السوق الموازي بيرفعوها. انا يعني عايز اقول لحضرتك العجول اللي موجوده عجول قديمه من العيد الكبير اللي فات، العلف اللي موجود علف قديم. اسال بقى كبار المربيين اللي بترفعت العجل 40,000 بدون سبب وبدون داعي، يعني ناس بتتربح الملايين ومن اصحاب حالات الجزاره بتتربح النكل ما بتكسبش حاجه والله، وعايزه تقفل وتخرج. ده لصالح مين؟ لازم الحكومه، انا بطالب الحكومه بعده طلبات. اول مطلب يحطوا سبورت على كبار المستوردين، يعطوهم نسبه ربح يحددوها، عشان ما ينفعش يتساوى العجل المستورد الكولومبي بالعجل البلدي، وده اللي عامل الطمه الكبرى. هو الكولومبي ده، الكولومبي ده اللي هو ابو اتب؟ في كولومبي وفي برازيلي وفي اسباني، اتساوى ده بده. هل ينفع يا استاذ يوسف الفرق ما بين ده وده 10 جنيه؟ ده ما ينفعش، وانت تعلم ان هم بيجيبوا العجول دي ما بتتعداش ال 500 دولار وال 600 دولار. فانا بقول لهم يا جماعه رأفة بالبلاد، رأفة بشعبكم، لازم الحكومه تتدخل، لازم وزاره الزراعه يا استاذ يوسف تخش كطرف وهي اللي تجيب العجول دي وهي اللي تترحل الناس عشان تعمل حاجه موازيه. هتقول لك وزاره الزراعه ما انا بجيب لحم جيبوتي ولحم سوداني بحطه في المجمعات، ما انت برضه لازم تحمي صاحب المنشاه الصغيره من محلات الجزاره اللي هي افراد شغاله وبيوت مفتوحه عشان يفضل شغال ويفضل فاتح بيوت الناس. السوق المصري بيحب اللحم البلدي، لازم الحكومه تضرب بيد من حديد على كبار المستوردين في كافه السلع يا استاذ يوسف، بمعنى ان يحط لهم سبورت على استيرادهم من العقد. طب يعني سؤال، شوف بقى ما يسري على بص يوسف. استنى بس هقول لك حاجه، عشان انت قلت كلمه حلوه، قلت لازم يتحط نسبه تحدد هوامش الربح بالنسبه لكبار المستوردين وكبار المربين، صح؟ احط كمان نسبه على الجزارين. صح كده، يتساوى الكل، صح؟ يتساوى الكل، دي ما تزعلش، عشان انا اقدر اتماشى وهو يتماشى. زائد تاني حاجه انا عايز اوريك على حاجه عشان اثبت لك ان كبار المستوردين هم المسيطرين وهم الطمه الكبرى. ازاي؟ اللحم اللي موجود في الثلاجات المستورد البرازيلي والهندي موجود قبل عيد الكبير بشهر، الهندي كان بيتباع ب 160 جنيه جمله، هل يعقل يرفعوهم 62 و 280 ويقفلوا الثلاجات مش عايزين يطلعوا اللحم، ولحم قاعدين فاضل له شهر وشهرين يخلص؟ ده كلام على عودتك، خد بالك. امال ايه كلام على عودة مين؟ ما كلام على عودتي، انت شوف السوق عامل ازاي، تعالى بنفسك انا افرجك السوق عامل ازاي. ماشي. انا عايز اقعد مع حد من وزاره الزراعه واقول له رشدته، اثرت العجل ورشدته، طولت العجل عشان نخرج من الازمه دي، لان احنا قول لي الرشدته على الهوا وانا بقول لك 100% الوزاره سمعانا دلوقتي. شوف انا واصل لحد فين، مش 99.9 100% الوزاره سمعانا. رشدته اثرت المدى دلوقتي عشان قبل دخول رمضان لابد من قفل المخزن لمده شهر لتحسين الاوضاع في سوق اللحوم المصريه وتشديد الرقابه في حاله القفل، مع توفير السمك والفراخ بسعر متعادل عشان ما يحصلش حاله من التضخم. انا كنت لسه هقول لك لو قفلت انا المجازر سعر الدواجن والسمك هينط في السماء. وفر السمك والفراخ، دي اول جزئيه. ثاني جزئيه لابد زي ما قلت لحضرتك يوضع لهم هامش ربح. ثالث جزئيه لابد من فرق في الاختام، عشان العمليه دي بتخلي المربي بتاع العجل البلدي يرفع نفس الحكايه. وبعدين احنا عايزين ننمي الثروه الحيوانيه وما تبقى منها، لان الثروه العجل البلدي المصري ما فيش زيه على مستوى العالم في مذاقه وفي طعمه. احنا عايزين نحافظ على ما تبقى من السلاله. هو طعمه حلو ما احناش مختلفين، بس هو انتاجيته ضعيفه في اللحمه وفي اللبن. ماشي، ما معدل التحويل بتاعه ضعيف لان انت غيرت مذاق العلف، لما بقتش تزرع علف على اراضيك وبتجيب اعلاف مستورده، العجل البلدي بتاعنا مش جاي على علف المستورد، انما العجل الخواجه اللي جاي على العلف بتاعه. فبيزيد عند كبار المربين في التحويل 2 كيلو، هم سامعين الكلام ده وعارفينه. طيب دي كده روشته، دي كده روشته قصرت الاجل، قول لي روشته طولت الاجل، وانا بقول لك انا متاكد ان الزراعه سامعين. زراعه الاعلاف على اراضينا وتحسين ما تبقى من السلاله المصريه من الابقار واعاده تهجينها مره اخرى، ولابد من قفل المجزر حد واثنين وثلاث بما فيهم محلات الجزاره، لان حضرتك يا استاذ يوسف لو هتروح للجزار مش هتروح الا مره واحده في الاسبوع او مره واحده في الشهر، فانا ليه افتح السبع ايام؟ طب انا اوفر صوره مالوريه واوفر طاقه وحدد نمط الاستهلاك. واهم نقطه لازم حضرتك دلوقتي لما انت بتقول وزاره الزراعه، انا بقول لك طالب وزاره الزراعه بوقف تصدير اللحوم البلديه من مصدر البساتين، لان اللي بيحتاجه البيت يحرم على الجامع. ما ينفعش انا عندي عجز في الانتاج الحيواني، ومع احترامي للدول اللي بتاخد بنيه، الدول العربيه دول شقيقه، بس انا ما عنديش. انتوا بتصدروا رفعتوا عليا السعر في الداخل،
في لحوم بلديه بتصدر من مصدر البساتين. طيب هنا حق الرد على النقطه دي بالتحديد محفوظ لوزاره الزراعه يعني، ونحاول نتصل بيهم برضو يردوا علينا في مساله تصدير اللحمه. انا دلوقتي عندي عجز في المعروض، هل ينفع اصدر؟ اما انا بستورد اصدر ازاي وانا عندي انتاجي علم؟ ما انا بقول لك ده حق رد مكفول لوزاره الزراعه، لانه دي نقطه مهمه جدا لازم يردوا اذا كان فعلا في تصدير ولا مفيش. وزاره الزراعه استاذ يوسف بعد اذن حضرتك، وزاره الزراعه عندها 120 دايره من الدوائر، ما هي تروح تستورد تخش كطرف وتستورد العجول دي وتطرحها طيب للجزارين بسعر معتدل والوزاره تكسب. اخويا هيثم سؤال، انت انت رجل رئيس شعبه القصابين باللغه العربيه، انت رئيس الشعبه، ليه ما تتواصلش مع محمد الله يرحمه، الله يرحمه يا رب الف رحمه ونور ويحسن اليه يا رب. في الحاله بقى اللي انا بقول لك عليها، هو احنا ليه رئيس شعبه القصابين ما يتصلش بمكتب معالي الوزير ويقول والله احنا عايزين نعمل اجتماع ونقول لكم رؤيتنا لضبط السوق وادي الحاجه يا جماعه اهي على حجركم شوفوا هتعملوا ايه؟ احنا بعتنا جوابات كتير جدا لوزاره الزراعه وللتموين وبص عندهم حبيس الادراج قد كده ملفات من ايام الحاج محمد الله يرحمه، الله يرحمه لاصلاح منظومه الامن الغذائي دي. بس انا بقول لك يا استاذ يوسف المره دي لازم الحكومه تدخل وبكل قوه، لان الوضع انا عايز اقول لك ان اول خاسرين من ارتفاع اسعار اللحيم هم اصحاب معارض الجزار انفسهم، لان هم ما عندهمش قوه شرائيه. هو فين هي كل مناطق يا استاذ يوسف؟ بص انا عارف ان مفيش قوه شرائيه، انا ليا واحد صاحبي ده عشره 30 سنه علاء عبده ريان. علاء انا يعني احنا اصحاب صحاب يعني مش هزار، مش بقى واحد بيحب اللحمه وبيروح عند الجزار حبيبه يعني، احنا اصحاب يعني. انا عارف ان مفيش قوه شرائيه، انا متاكد لانه انا يعني كنت بتكلم مع علاء وبتاع وقعد بيحكي لي، قال لي لا وكل عيد انا ببقى شايف بعيني العدد عمال بيقل، الناس اللي جايه تذبح اضحيه العدد عمال يقل. انا عايز اقول لك يا استاذ يوسف ان احنا دلوقتي لو ما تدخلناش في الوقت الراهن هتبقى مائده الفطار في رمضان لمن استطاع على اي سبيل زي الحج. لا باذن الله سبحانه وتعالى هتتحل. انا ما اعتقدش ان الامر ده يرضي القياده السياسيه، انا ما اعتقدش ان هم يرضيوا بالتاكيد، لكن احنا نترك هذا الموضوع. بص بكلكم احنا عايزين حكومه حرب. بص يعني زي ما قلت لك كده احنا الوزاره بالتاكيد، وانت بتسالني وانا صاحب المشكله وانا بقول لك الحل، ما تحل يا حكومه. خلاص انا معاك، ده نمره واحد. اتنين احنا اكيد وزاره الزراعه سامعيننا، انا عايز اقول لك ان انا حتى يعني هوصل الفيديو ده كده زي ما هو لمعالي الوزير، وراجل محترم وبيشوف البرنامج بالمناسبه يوميا، هو اللي قال لي كده ولاحظت كده كمان يعني من غير ما يقول، فهنوصل ده ونشوف ايه اللي ممكن يحصل حتى تضبط اسعار اللحوم في البلاد. الكلام اللي قاله رئيس شعبه القصابين من شانه انه يهدئ الاسعار كثيرا، فتخيل يقول لك كده شهد شاهد من اهلها، هذا الرجل بيقول لك حطوا هوامش ربح على المربين وهوامش ربح علينا كتجار جزارين. شكرا جدا هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بين قوسين بالعمال المصرية الجزارية.